بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، اسعد الله ايامنا وايامكم بحلول عيد الغدير ذكرى تنصيب الامام علي عليه السلام خليفه الرسول الاكرم صلى الله عليه واله. واهلا ومرحبا بكم مع حلقه جديده من برنامج حق اليقين. عنوان هذه الحلقه العدل الالهي في الرق بدايه كالمعتاد. دعونا نرحب بالضيف الدائم في البرنامج سماحه السيد محمد حسين العميد، حياكم الله سماحه السيد، اسعد الله ايامكم وسهلا بكم. الله يبارك فيكم، انتم بخير، الله يجعلنا واياكم من الثابتين على ولايه امير المؤمنين عليه السلام وكافه المشاهدين ان شاء الله. الله يحفظكم. لا زلنا والحديث حول مواضيع شتى لها علاقه بالعدل الالهي، ذكرنا حلقات سابقه العدل الالهي في الحدود والديات، اليوم موضوع جديد هو العدل الالهي في الرق. نعم تفضل. احسن الله يديك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. طبعا هذا الموضوع العدل الإلهي في الرق والسبي من المواضيع الحساسة، والتي أيضا طرحت في كأحد الشبهات حول العدل الإلهي. طبعا ذكرنا من باب التذكير، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نلخص هذه الحلقات قبل حلول شهر محرم الحرام، نذكر تلخيصا لمجموعة هذه الحلقات. قلنا هنالك طرح عن العدل الإلهي في عدة أمور، العدل الإلهي في الدنيا والعدل الإلهي في العذاب الأخروي. طبعا بما يخص العذاب الأخروي وكيف يكون العدل بعذاب خالد، أن يخلد المذنب في الآخرة في العذاب، أين العدل في هذا؟ مع أن الجريمة هي وقتية، يعني في وقت الدنيا، وقد تستغرق وقتا معين. يعني الآن العقوبات التي تقع على المجرمين في القانون المدني لا تزيد على عمر الإنسان، يعني أقصى ما يمكن سجن الإنسان به هو مؤبد، والذي هو إما 25 عام أو إلى نهاية العمر حسب القانون. إذن البحث في العدل الإلهي في العذاب الأخروي هذا هو آخر البحوث التي سنطرحها، ولأن شهر محرم على الأبواب فسيكون بعد شهر محرم إن شاء الله تعالى. الآن العدل في الدنيا، العدل الإلهي في الدنيا، في الدنيا هنالك عدة قضايا طرحت في مسألة العدل الإلهي، منها العذاب الجماعي الذي أوقعه الله تعالى على قوم عاد وثمود ولوط وقوم نوح وغيرهم من الأقوام. ما هو العدل الإلهي في إيقاع العذاب على الجميع، مع أنه قد يكون الذين عصوا الله والذين عقروا الناقة أو غير ذلك هم بعض هؤلاء، فلماذا عاقب الجميع؟ هذا بحث مضى وسنعيد تلخيصه في الحلقة القادمة. الأمر الثاني العدل الإلهي في قتل العبد الصالح كنبي من أنبياء الله، أو بتوكيل أو تخويل من الله للغلام، مع أنه لم يذنب شيء، وإن كان سيكون عاقا لأبويه. فأولا العقوق ليس جزاؤه القتل، ثانيا هذا بعد لم يحدث سيكون، فكيف عاقب الله الغلام بالقتل؟ أيضا أجبنا عن هذه الشبهة. وكان من ضمن البحوث العدل الإلهي في المواريث، لماذا ترث الأنثى نصف حصة الذكر؟ هذا أيضا مر. ثم العدل الإلهي في الحدود والديات والقصاص وقطع اليد والرجم والجلد وغير ذلك، أيضا هذا مر. اليوم الملف الجديد أيضا مما يطعن فيه بالعدل الإلهي أو يشكك فيه أو تطرح الشبه هو الرق والسبي. هنا طبعا نحتاج إلى توضيح بسيط ثم مجموعة نقاط للجواب على هذه الشبهة. التوضيح البسيط، يظن كثير من الناس اشتباها أن المقصود بالسبي والرق هو وضع اليد على أي كافر كيفما كان في العالم واسترقاقه، يعني أخذه رقا وسبيا، والصحيح ليس هكذا. الصحيح أن السبي هو ناتج عن حرب وأسر، يعني يكون هنالك صراع وقتال مع الكفار، ويتم أسر الكافر فيتم استرقاقه وسبيه وبيعه وغير ذلك. فالرق خاص
بأسرى الحرب. نعم، هو بعد ذلك إذا تم أسره وتم بيعه في السوق يصبح يتداول في البيع، وبالتالي يكون رقا قد يشترى من السوق، لكن الأصل فيه هو السبي، وليس أن كل كافر وكل مشرك يوضع عليه اليد فهو رق وسبي، يجب أن يكون ضمن الحرب والقتال. هذه معلومة عامة، إيضاح. فهنا الشبهة تقول كيف أو ما هو أو أين هو العدل الإلهي في أن الله تعالى سمح في تشريعه، في تشريعاته الدينية الإسلامية، بأن يجعل الإنسان يمتلك، يكون سلعة ويباع ويشترى. أين كرامة الإنسان؟ أين حرية الإنسان؟ أين حقوق الإنسان من هذا؟ كيف أن الله أذن وسمح وقبل بأن يباع الإنسان ويشترى كأي سلعة أخرى؟ فهذا ليس فيه عدل إلهي، أو أن التشريع الإسلامي غير صحيح، يعني ليس من الله، إما الله ليس بعادل أو أن التشريع ليس من الله وإنما من النبي صلى الله عليه وآله، وهذا يعني التشكيك بنبوة النبي صلى الله عليه وآله. فهو يطرح في مجالين، إما للتشكيك بوجود الله أصلا، لأن الله الذي يأمر بمثل هذا لا يمكن أن يكون عادل، فلا يوجد إله لهذا الكون عادل، أو التشكيك بالنبوة، وهو أن الله عادل ولا يمكن أن يأمر بمثل هذه التصرفات، ولكن النبي جاء بها من عنده، وإذن هو ليس بنبي، وإنما هذه قوانين هو وضعها واخترعها تتناسب مع المجتمع الذي كان يعيش فيه. هذه هي الشبهة، فهي تارة يتم طرحها في بحث العدل الإلهي للتشكيك بالعدل الإلهي، وتارة يتم طرحها في بحث النبوة للتشكيك بالتشريعات التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله، وأنها كانت عن وحي أو لم تكن كذلك. هذه الشبهة. الجواب عن هذه الشبهة في نقاط. النقطة الأولى، طبعا أتمنى أن يسع الوقت حتى نكمل النقاط لكي نختم هذا البحث في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. هنا مجموعة نقاط تحتاج إلى انتباه مدة 10 دقائق، لأنها جوهرية، مفاصل رئيسية في هذا الجواب أو في الرد على هذه الشبهة. النقطة الأولى، يجب أن يعلم بوضوح أن الرق ليس حكما شرعيا، فهو ليس واجبا ولا مستحبا، يعني ليس يجب أن يسترق الأسير، لا، ليس هو حكما شرعيا، هو حكما وضعيا خارجيا يتلائم مع الوضع الخارجي، وهو ما يعني ما هو حكم الأسير، ما هو حكم الأسير؟ أحدها الرق، الاسترقاق. الاسترقاق هو وضع اليد عليه وامتلاكه، ثم التصرف ببيع وشراء، يباع هذا الرق ويشترى، سواء كان رجلا أو امرأة، أو يعني بالغا أو غير بالغ، عموم الحكم عام. إذن السؤال هو ما هو حكم الأسير في الإسلام؟ ما هو حكم الأسير في الإسلام؟ الرق أحد الطرق التي يعالج فيها موضوع الأسرة، الرق والسبي هو أحد الطرق التي يعالج بها موضوع الأسرة، لكن الإسلام لم يوجب الرق، يعني ليس هو الخيار الوحيد الحتمي أن كل أسير يسترق، ليس هكذا. هناك عدة خيارات في هذا الموضوع، منها أنه في أثناء القتال، في أثناء القتال إذا كان القتال محتدم، فالله أذن للنبي باعتبار أن هذا الأسير هو مقاتل ما زال في القتال، يعني ما زال في حلبة القتال، في حلبة الصراع، إن لم يقدر على تأمين وضعه بحيث يكون في مأمن منه، النبي يكون في مأمن منه أنه لا يغدر بالمسلمين، فقد لا يسع الأمر أن يؤخذ هذا الأسير بحموة القتال، يعني في احتدام القتال، قد لا يكون هنالك وقت لأخذ الأسير وتأمين موقفه والأمان من جهته، فهو مقاتل على كل حال، يعني هذا الأسير بمجرد أن يتمكن من
مقاتلة المسلمين فهو سيقاتل، فهو جندي جاهز. الأسر له لا يضعفه، لابد من إيجاد طريقة لإضعافه، إما بشد الوثاق أو بوضع في حاجز أو غيره. إذا لم يكن هنالك سعة لمثل هذه التصرفات، فالقواعد العسكرية المعمول بها هو أن يتم التخلص من هذا الأسير، لأنه سيكون عبء الآن أثناء القتال، سيكون عبء. فلا أقول أن الأسير يقتل على كل حال حتى لا يساء فهم الحكم الشرعي، أقول إذا كان هنالك خيار ومجال للأمان منه بشد وثاقه أو تركه في الخلفيات أو ترحيله إلى جهة يحجز فيها أو إعاقته عن القتال، أن يكون مجروح غير قادر على القتال، يعني أن يكون مجروح أو مكسور بحيث تأمن منه، فلا بأس يؤمن موقفه. أما إذا لم يؤمن موقفه، كان مقاتلا شديدا والقتال محتدم وليس عندك فرصة للأمان منه، فقواعد القتال، أن أنت الآن في حرب وقواعد الحرب مقتضاها قتل العدو على كل حال، وهو الآن متلبس بعنوان العدو، متلبس بعنوان العدو، يعني ولم يتخلى عن هذا العنوان سوى أنه وقع بالأسر. إذن المرحلة الأولى في احتدام القتال عندما لا تكون هنالك فرصة لتأمين الأسير والأمان منه، فيتم التخلص منه إما بكسرة أو بجرحة أو بقتله وفق قواعد القتال، وهذا أمر معمول به ضمن القواعد العسكرية لجميع الأمم والشعوب، يعني لا يوجد أمة تأخذ الأسير ويجعله في ظهره مطلق السراح يعني ومتمكن من القتال. طبعا هذا 100% يمكن أن يكون ثغرة يعني قتالية وليس موافق للسياسة العسكرية، هذا الاحتمال الأول. أما إذا تمكن المسلمون، هكذا الحكم الشرعي، من الخصم من العدو من الكافر وكسروا شوكتهم ولم يكن هنالك خوف من الأسرى، لم يكن هنالك خوف من الأسرى، هنا مجموعة خيارات متساوية، وهي إما مقابلتهم بالأسرى المسلمين لدى العدو، وهذا معمول به أيضا في التشريعات البشرية عموما وهو تبادل الأسرى، أو طلب فدية كعقاب للعدو لأنه جاء للقتال فيفتدى هذا الأسير بمال من أهله أو من حكومته أو من قبيلته أو من أي جهة أخرى، فالفداء الذي هو الفداء، أو أن الإسلام خول النبي المن، وهو إطلاق سراح الأسير بلا مقابل لخصوصيات في الأسير، لكرامة أسرته لعشيرته لأنه تراجع عن القتال لأي سبب كان، إنساني كان هذا السبب أو سياسي أو غير ذلك، فإما منا أو فداء، إما منا أو فداء، يعني إما أن يطلق بلا مقابل أو يطلق في مقابل. هنا حالة رابعة، لاحظ الرق شيء متأخر في القرار، وهو أنه لا يمكن المن به ولا يوجد أسرى لدى الخصم، تم مبادلة الأسرى وبقي لديك بعض الأسرى، وليس هنالك فداء، لم يفتده أحد بمال. هنا يأتي حكم آخر، وهو يكون عادة فيما إذا أبيدت القبيلة المقابلة، أبيدت القبيلة المقابلة عفوا يعني المعسكر المقابل، يعني أهله عشيرته هذا الأسير تم إبادتهم بسبب القتال، هذا واضح إن شاء الله. أرجو هنا أن يكون يعني شيء من التدقيق. الآن هذا الأسير الذي حاله ليس هنالك أسير يبادل به، ليس هنالك من يفتدي هذا الأسير، لا يريد النبي المن به لأن هذا حكم اختياري ليس إلزامي، هنا هذا الأسير أن أمم والشعوب في هذه الحالة الحضارات المختلفة عالجته بطرق مختلفة، منهم من يقتله،
من هم؟ من يقتل الأسير؟ لا، الآن هو ليس مخيف، يقتله بعد انتهاء. الآن نتكلم عن أن الحرب وضعت أوزارها، انتهت الحرب، فهذا الأسير مستضعف الآن لا خوف منه. فالأمم يعني الثقافات البشرية كل منهم عالج الموضوع بطريقته الخاصة. منهم من يقتل الأسير الذي هو لا خوف منه. أنا قلت أن الإسلام يقول بقتل الأسير في حال الحرب، عندما لا يمكن يعني تحصيل الأمان من جهته، يعتبر الآن مقاتل هو على كل حال أثناء الحرب. فهنا قلت أن الشعوب تعالج الموضوع بطرق مختلفة. الذي كان سائد هو قتل الأسير للتخلص منه ومن تبعاته. هنالك حل الآن يعمل به في هذه الأزمنة، هو أسرى وسجنة، يجعل في سجن لفترة طويلة، لأنك لا تستطيع أن تضعه في المجتمع بشكل مأمون. الحل في نظر الإسلام هو الرق، الرق الذي هو ليس قتل الأسير ولا سجن الأسير. لماذا؟ لأن قتل الأسير طبعا ليس فيه رحمة، وهو ضعيف ليس أثناء القتال، وسجن الأسير فيه سلبيات كبيرة جدا، كما شاهدنا ولمسنا لمس اليد في جملة من الصراعات التي رأيناها يعني المعاصرة. سجن الأسير أولا يبهض الدولة أو الحكومة أو القيادة التي لهذه الأمة أو لهذا البلد تكاليف كثيرة، لأن هذا يحتاج إلى طعام وهو عاطل عن العمل، يعني ليس منتجا، أنت تنفق عليه بلا مقابل. طبعا هنالك من يتعامل مع الأسير في الأشغال الشاقة، يعني يستعبد بشكل عام للدولة ويجعل في شق الطرق أو وضع السكك الحديدية كما يصنع، كما كان في الحرب العالمية الأولى والثانية. يعني الأسرى في ألمانيا كان الألمان يسخرونهم للأعمال الشاقة المهينة المذلة بهذا المعنى. إذن هذا الخيار المعاصر هو خيار ذو مشاكل عديدة ولا شك، خاصة مع عدم وجود دولة تبادله أو تفتديه أو يعني تأخذه مقابل شيء من الاتفاقات السياسية أو غير ذلك. الإسلام هنا طبعا هنا احتمال آخر، أن يطلق الأسير، أن يطلق الأسير. إذا أطلق الأسير مع وجود حالة من الضعف لديه، يعني مع عدم وجود مأوى، أو يعني الآن عندما تكون هنالك حرب ويتم أسر جملة من الناس ويتركون في العراء، لا يوجد مأوى لهم لأن تم القضاء على معسكرهم، وسيكونون عندئذ فريسة سهلة للجميع، لا يستطيعون الدخول إلى هذه الدولة المنتصرة، وإذا دخلوا أذلاء، يعني يستضعفون على كل حال. الإسلام جعل هنالك تقنين معين لهذا الأسير، وهو ناظر أولا وأخيرا إلى دمجه في المجتمع المسلم، وهو أن يصبح موكول أمره إلى إحدى الأسر المسلمة التي هي إما أسرة المقاتل الذي أسره، أو المقاتل ليس له قدرة على إعالة هذا الأسير، يتم أخذ مبلغ في مقابل وضعه في عهدة أسرة أخرى. إذا وضع في هذه الأسرة لا يكون عالة على الأسرة، إنما يعمل في مقابل توفير الطعام له والسكن والأمان، ويصبح في حماية هذه الأسرة، وله حقوق لا يعتدى عليها، لكن في مقابل هذا عليه أن يقدم للأسرة خدمات معينة، وللأسرة أن تستغني عن هذه الخدمات في مقابل مبلغ من المال. ويباع، عندما يقال يباع لا يباع كجسد يفعل فيه ما يشاء المقابل المشتري، يقتله أو يشرحه أو يأخذ منه بعض الكلية. مشاهير كرة القدم يقال عليه يباع، أحسن، وإنما تباع خدماته، تباع خدماته. إذن النقطة الأولى أن الرق في الإسلام هو يكون للأسير الذي لم يفتدى بأسير مقابل،
ولم يفتدى بمال ولم يمن عليه بإطلاق سراحة ولا يكون له مصير إذا أطلق، لأنه لا معسكر له، يعني لا أهل له ولا قبيلة له، ولا يسجن ولا يقتل كما في الثقافات الأخرى، إنما توضع اليد عليه، يدمج في المجتمع المسلم في إحدى العوائل، تشتريه إحدى العوائل، المقصود بتشتريه يعني تشتري خدماته، أن يكون خادما في هذه العائلة في مقابل تأمين السكن والطعام والأمان والحقوق الأخرى له، وللعائلة أن تستغني متى ما شاءت عن خدماته فتبيع هذه الخدمات إلى الطرف الآخر. وعليه تأتي النقطة الثانية، أن ملكية الرق في الإسلام ليست ملكية تامة، يعني لا يجوز للسيد المالك لهذا الرق لهذا العبد والأمة أن يقتل هذا العبد، لا يجوز، ولا يجوز له أن يأخذ منه عضوا كلية أو قلب أو أي شيء، ولا يجوز أن يعاقبه أو يعذبه حتى الموت أو يعذبه بحدود التي تتسبب له بالأذى، يمكن أن يعاقبه تربية بحدود مرسومة. ممكن أن يطلقه؟ ممكن أن يطلقه، نعم، هذا طبعا هذا سيأتي على أحكام العتق، الآن نحن في الرق. إذن هذه الملكية هي ملكية غير حقيقية، ملكية اعتبارية، ملكية للخدمات. نعم له أن يرسله إلى السوق، يرسله ليجلب الماء، يرسله ليعد الطعام، يرسله لكي ينظف المكان، يعني يقوم بما يقوم به الآن الخادم في بعض الشعوب المتعارف فيها الخدمة مقابل أجر. الأجر هنا هو توفير الطعام له باعتبار هو مستضعف، توفير الطعام والشراب والسكن والأمان وجملة من الحقوق، لا يتم الاعتداء عليه من قبل الآخرين لأنه محسوب على فلان وضمن حماية فلان. إذن هذه الطريقة هي المثلى، طريقة المثالية في حفظ الأسير في هذه الظروف التي هي هذه الشروط التي ذكرناها. ليس كل أسير، ليس كل، لأن بعض الأسرى يفتدون وبعض الأسرى يطلقون وبعض الأسرى يبادلون بأسرى، بعض الأسرى الذين لا يوجد لهم من يفتديهم، يعني لا قيمة لهم عند العدو، لا شأنية لهم، طبعا من له شأنية يدفع فيه المال لأن لديه عشيرة أو تاجر أو يعني أسرة، هو له مكان اجتماعي عند قومه، هذا يفتدى بالوضع الطبيعي، يفتدى. يبقى هؤلاء الذين لا مأوى لهم، لا جهة تدافع عنهم، الإسلام رأى أن يدمج في المجتمع الإسلامي بهذه الطريقة، ويحمل المالك حماية، يعني واجب حماية هذا الرق في مقابل تقديم الخدمات لهذه الأسرة. سوق الرق والعبيد هو سوق الذي يباع فيه، تباع فيه هذه الخدمات، تباع فيه هذه الخدمات. فالملكية هنا النقطة الثانية التي هي وصلت إليها، الملكية هنا غير حقيقية، ليس ملكا يفعل به ما يشاء، وإنما ملكا لتحصيل الخدمات منه. نعم. كلهم أسرى هؤلاء في هذا السوق؟ كلهم أصولهم أسرى، نعم، يأتي أبناء الأسرى، هذا الجيل الثاني سنتحدث عنه، هذا الأصل في الرق هو أن يأتي من الأسر، هذا نقطة ثانية. النقطة الثالثة، هذا لأن هذا الحكم ليس واجبا، يعني كما ظهر الآن ليس من الواجب على المسلم وعلى النبي أن يسترق الأسير، هنالك عدة خيارات، هنالك عدة خيارات، هي إما إطلاق سراحة أو مبادلته أو الفداء، أو طبعا إن كان يعني له حالة من العدوانية والتشبث بالاعتداء بحيث لا يمكن جعله في داخل المجتمع الإسلامي يسجن، لأن هذا هو حقه أن يحجز لأنه مخيف أو مؤذي أو ضار في داخل المجتمع. أما ما عدا هذه الخيارات وهو أن يكون مستضعف يعني يؤسر من الخصم، هذا الحكم بما أنه ليس حكما شرعيا وإنما هذا خاضع للاتفاقات المرحلية العرفية، العرف كان في زمن الإسلام أن الأسير هكذا يعامل، فكان من الآخرين، فكان من العدل عندئذ هو
مقابلة ما أتى به أو ما يقوم به الآخرون تجاه أسرى المسلمين. يعني لو أن المسلم وقع أسيرا عند عدوهم فإنه سيسترق. فمن العدل عند في ذلك الوقت من العدل مقابلة الأمر بالمثل، العين بالعين. إما لأنه إذا استرق المسلم وأنت أخذت الأسير لهؤلاء رقا يعني تمكنت من المبادلة، لو ألغيت هذا الحكم، لو ألغيت حكم الرق وأطلقت الأسرى مثلا، فمن كان أسرى عند الآخر يسترق لا يمكن استرجاعه، لأن ليس عندك بديل إلا دفع الأموال. فأنت مع أنه تطلق أبناء تلك القبيلة أو المعسكر تدفع أموالا لاستعادة أسراك. فالمقابلة بالمثل هي مقتضى العدل في ذلك الوقت. مقتضى العدل أن الاتفاقات المتعارفة بين الأمم والشعوب والدول هي هذه، أن الأسير يسترق، واضح؟ فإذا هذا الحكم خاضع، هاي نقطة جدا حساسة وجوهرية، خاضع للاتفاقات الآنية في كل مرحلة مرحلة. وبالتالي إذا جاء زمان مثل هذا الزمان افرض وكان للإسلام دولة، وجلس رئيس هذه الدولة الإسلامية مع الدول الأخرى التي يحتمل أن يكون معها صراع، واتفق ضمن على اتفاقية متبادلة في كيفية التعامل مع الأسرى، أو كان هنالك قانون دولي لحقوق الأسرى معين يفرض قيودا في التعامل مع الأسرى، وكانت الدولة الإسلامية قد وقعت يعني وافقت على هذه المعاهدة الدولية فهي ملزمة بتنفيذ هذه المعاهدة. فإذا لم يكن من ضمن بنود المعاهدة الرق فلا يمكن للدولة الإسلامية أن تسترق الأسير. لماذا؟ التزاما منها بعهدها الذي هو أحد القوانين الإسلامية، أوفوا بالعهود أو بالعقود، فبالتالي التزاما بالعهد لا يمكن لها أن تسترق الأسير. أعيد القضية، أقول هذه القضية خارجية. إذا جاء في زمان من الأزمنة وكان هنالك دولة للمسلمين ورئيس ممثل هذه الدولة، وزير خارجيتها ممثلها، أي جهة تمثل هذه الدولة، جلست في محفل دولي ناقش قضية الأسرى، واتفقت الأمم أو الدول أو الشعوب المختلفة على منهجية للأسرى، مثلا باب المثال أن الأسير يسجن سنة ثم يطلق سراحه مثلا، ووجدت الدولة الإسلامية مصلحة في هذا لأن أسراها أيضا سيعاملون بمثل هذا، فأمضت العهد مع هذه الأمم والشعوب، فهي ملزمة بعدم استرقاق الأسير لأنها وافقت على عهد دولي. إذن الأمر هنا في الرق خاضع للقوانين الدولية. بما أنه القانون الدولي في زمن الإسلام الأول، القانون الدولي في الروم وفارس وقيصر، يعني قيصر الروم و الفرس واليمن والحجاز ومصر، المتعارف في هذه البيئة التي كان فيها الإسلام قد نشأ ولديه صراعات مع الآخرين، الكل اتفقوا على أن الأسير يسترق. فالمعاهدة الدولية هناك في ذلك الزمان كانت تقتضي استرقاق الأسير. فإذا الإسلام عمل وفق ما كان متعارف من الخصم مع الخصوم. لو تغير هذا العرف في زمن ما، جلست هذه الدول وقالوا أننا نحكم أن الأسير يفتدى بالمال، ووافقت الدولة الإسلامية على هذه المعاهدة فهي ملزمة على أنه تفتدي، يعني تقبل بأن تعطي أسرى الآخرين مقابل المال وتأخذ أسراها في مقابل مثلا، أو يسجن سنة أو أي اتفاق آخر. إذن هذا الحكم ليس هو من ثوابت الإسلام، إنما هو طريقة معالجة الاستيلاء على الأسرى لكل زمان ومكان، حكمه الخاص خاضع للاتفاقات. بمعنى آخر، لو أن النبي صلى الله عليه وآله، مع أن العرف السائد
في تلك الحقبة في تلك الفترة هو استرقاق الأسير، وهو قد أنشأ عهدا مع قبيلة أو مع دولة بشكل منفصل متبادل، أن الأسير لا يسترق وإنما يتم مبادلته بمال أو بطعام أو يسجن فترة ثم يطلق سراحة أو يعاقب بعقوبة ما. ووافق النبي على فرض أن النبي وافق مع هذه الجهة، فهو ملزم وفق القانون الإسلامي أنه أوفوا بالعهود وأوفوا بالعقود بأن أسرى هذه الجهة لا يسترقون، هذا واضح إن شاء الله. وبالتالي الموضوع خاضع للمعاهدات، للعرف السائد، العرف الدولي السائد. العرف الدولي السائد في تلك الفترة هو استرقاق الأسير، ولو تغير هذا العرف تغير الحكم معه لأنه يخضع للاتفاقات الدولية. هذه هي النقطة الثالثة. نعم. جميل جدا. يعني اسمح لي في بعض التعليق، أنا أحيي يعني جرأتك وشجاعتك في هذا البيان الجميل الذي فيه الشفافية والدقة والتوقيت. حقيقة البعض قد لا يتجرأ في هذا الوقت أن يطرح هكذا بحوث مع ما فعلته داعش. يعني أنتم أتممتم البحث وتجرأتم في الحديث حول الرق، وللأسف البعض قد يكتفي بقول أنه الحدود معطلة فلا يمكن حتى النقاش والحديث في هكذا مواضيع، لئلا تختلط عن البعض من لديهم تفكير سطحي ما طرحته داعش وما في قتل الأسرى وفي سبي النساء وجعلهم رق وما بين هذا الطرح الذي يبين. نعم. جملة من التفاصيل. طبعا يجب هنا أيضا نقطة رابعة مهمة جدا، الكلام كله في الكافر الصريح، من هو كافر بشكل صريح يكفر بالله، يعني يكون على غير الديانة، على غير دين أصلا. أما طبعا مع أهل الكتاب محاربين. نعم. مع أهل الكتاب وإن كان محاربين فهو خاضع لاتفاقات معهم. وأما المسلم الذي هو داعش، لأن ما حاربت كافرا، داعش كل قتاله مع المسلمين، لم نرى داعش ولا طالبان في يوم ما إلا في مرحلة مبكرة كانت طالبان تقاتل السوفيت فقط، وإلا بعد ذلك كل القتال لهذه العصابات المجرمة، مع ما يجري في فلسطين من استباحة الحرمات ومع ما يجري في أماكن كثيرة من استباحة الآن كما في أحداث المسلمين في بعض دول آسيا. هؤلاء لا يتحركون تجاه كافر صريح، هم قتالهم مع المسلمين. أصلا المسلمين في هذا الأمر خارجين عن هذا القانون الرق والاستعباد، لأنه لا يجوز استرقاق المسلم. هذا يعني ما تقوم به داعش مخالف صريح. نعم هم يفترون على الآخرين بالكفر لكي يبيحون لأنفسهم استرقاق العبيد وبيع النساء. طبعا ما عدا يعني أنا أتكلم عن المسلمين، طبعا إذا فرقة الأزيدية وكانوا لدينا معهم يعني مسالمة، يعني عهد مسالمة، فينبغي حفظ هذه الحدود معهم، لأننا لسنا في حرب معهم، لأن لم تعلن الحرب بيننا وبين هذه الطائفة مثلا، لأنهم في كنف المسلمين، يعيشون في كنف المسلمين، يعني آمنين، لم يشعرون بالقتال أو يعلن عليهم القتال حتى يكونون عدوا. هذا ولا حكمهم آخر، حكمهم آخر. لكن أنا أتكلم عن الأسرى من المقاتلين من الحشد أو من الجيش العراقي أو السوري أو غيره، كل هؤلاء مسلمين، وبالتالي ما تفعله داعش هو خارج عن نطاق الشريعة 100%، وهو يعني ليس ضمن كلامنا. أنا أتكلم مع القتال مع الكافر المعلن بالكفر أولا والمعلن بالقتال، يعني هو في حالة قتال معنا، ليس الكافر الآمن المستسلم الذي هو لنا عهد معه ولا مع أهل الكتاب، هذا كله خارج، هذا خاضع للعهود والمواثيق، ولكن هؤلاء لا عهد لهم ولا ميثاق لهم. وإلا هذه الأمم على فرض، يعني على فرض تحقيق عنوان الجهاد، فالجهاد لا يكون بالقتال ابتداء، الجهاد يكون بالإنذار وبطلب أن يدخلوا للإسلام وموعظتهم وبيان الإسلام لهم، بالأخير على فرض أن الدولة مسلمة حقيقة ويرعاها راعي عادل ومنصف وفي ضمن الشريعة وشروط الشريعة، كلها مفقودة. يعني كل هذه القيود التي هي شرعها الإسلام مفقودة في داعش. أولا لا يوجد إنذار،
ولا يوجد وعظ وإرشاد، ولا يوجد دعوة للإسلام، ولا يوجد يعني إعادة الإنذار مثلا، مراحل أكو. وأخيرا داعش لا تلتزم بالشريعة ولا تطبق الشريعة، بدليل قتلها للمسلمين واستباحة دماء المسلمين، ولا فيها إمام عادل ولا رئيس عادل ولا زعيم عادل، مجهول ما معروف، ولا معروفين هم ما هي توجهاتهم ومصادرهم. الإسلام ليس هكذا، الإسلام لا يعمل بالخفاء، الإسلام لا يعمل في الظلام، الإسلام فيه شريعة واضحة لها حدود واضحة وتعمل في النور بكل صراحة ووضوح، إذا أراد الشيء تبين هذا الشيء. جميل. احنا فقط نوح على الاتصالات، مشاهدي الكرام هواتفنا مفتوحة لاستقبال اتصالاتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهواتف الظاهرة على الشاشة. مع أول اتصال من البوصلة الأخ أسامة. أسامة السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام عزيزي، تفضل. كل عام وأنتم بخير. بعيد الغدير الأغر، حياك الله. سلام عليك. الله يبارك بكم. الله يبارك بكم إن شاء الله. سؤال إلى واتصال بالعدل الإلهي، ولو قد يكون ليس بالموضوع حرفيا. بل إذا اتفقنا على العدل الإلهي، فكيف تسنى لله سبحانه وتعالى ونحن باصطفاء النبي محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، ونحن نعتقد بأنهم مصطفين النبي مثلا والأنبياء من الولادة كنبي وكأولياء، بينما هم لم يمروا بتجربة الحياة واختبار الحياة، فهل اصطفاهم بحياة بالعالم الذر؟ وإذا كان كذلك فهل كان على عالم الذر أيضا عالم اختبار، وما تفاصيل الاختبار في ذلك العالم؟ شكرا جزيلا. حياكم الله. الله يبارك. أشكر الاتصال. من النجف الأشرف الأخ جهاد. جهاد السلام عليكم. جهاد ويانا؟ جهاد تسمعنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم. السلام فضل. عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، تفضلوا بسؤالكم. نعم نعم أسمعك. موفقين لهذا البرنامج، وسلامي لك وللسيد. أخ جهاد إذا أمكن تسمعنا من الهاتف، ابتعد عن التلفزيون. نعم. خاف ينقطع الاتصال، وسؤلوا إذا أمكن، تفضلوا. نطلب بالمقدم البرنامج إذا أمكن إعادة البرنامج في مثلا يوم ثلاثاء أو أربعاء مساء. بل يتسنى لمدى يعني فاتح هذا البرنامج أن يشاهده مرة ثانية إن شاء الله، يرفع طلبكم. ونطلب من السيد إذا به إمكان يعني ضرب مثل مثلا هسه في الأسرة أو هذه صارت حوادث في الإسلام مع رسول الله كذا، أن يضرب مثال مثلا للمن للفداء. نعم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وشكرا لك. حياكم الله. الله يبارك بكم. الله يحفظكم. أشكر اتصالك عزيزي. اتصال آخر لم يؤمن، إن شاء الله يؤمن. سيدنا نتم باقي النقاط. إذن يعني الموضوع حساس في الواقع، يعني نحتاج إلى تكرار للنقاط حتى ترسخ في ذهن المشاهد، علما أننا تحدثنا في هذا في حلقات سابقة، ولكن بالتأكيد ليس كل المشاهدين متابعين لجميع الحلقات، وسأذكر هذا الموضوع مرة أخرى مع ما مر من مواضيع عند الحديث عن النبوة، لأن قلت أن الطرح يتم تارة في التشكيك بالعدل الإلهي، وتارة بالتشكيك بتشريعات النبي، أن هذه من عنده وليس من الله، ليس وحيا من الله. العموم النقاط التي في موضوع الرق تكون كالتالي. أولا الرق، يعني إذا أردنا حفظ الجواب، الرق ليس حكما شرعيا لا واجبا ولا مستحبا، هو أحد الخيارات لتأمين موقف الأسرى، بدلا من قتله وبدلا من سجنه كما عند الشعوب الأخرى، الإسلام ارتأى أن يجعل ضمن العائلة المسلمة وأوصى المسلمين بالرفق به، ولديه حقوق طبعا داخل العائلة المسلمة، لكن كل ما هنالك عليه أن يقدم خدمات مقابل تأمين العائلة له بالأمان والأكل والطعام والسكن، وأيضا للعائلة أن تستغني عن خدمات هذا العبد في وأن تبيع هذه الخدمات إلى عائلة أخرى، وهذا لماذا؟ لأنها هي أصلا اشترت هذه الخدمات أو استولى عليها المقاتل، وكان ضمن الغنيمة أنه أعطي أجره، أعطي هذا العبد كخادم له. وإلا ما عدا هذا الخيار أن البديل
ليس محبدا، يعني الذي يعني يذم الرق في الإسلام ليعطينا البديل المقابل للأسير. أما القتل والسجن، أما السجن فهو عذاب له وتقييد لحريته. طبعا الرق في الإسلام له أن إذا صار مسلما طبعا صار قابلا للعتق، وله أن يخرج ويأكل ويشرب ويعيش مع الناس ويدخل إلى المسجد وغير ذلك. أما الرق في السجن يعني الأسير في السجن فهو تقييد لحريته، هذا أولا. ثانيا الحل الثاني هو القتل. الحل الثالث هو أطلاق سراحه بلا مقابل، بلا أن تأويه العشيرة التي هو فيها لأنها قتلت أو أبيدت، وبالتالي إذا أطلق سراحه كذا في العراء فإما أن يكون عرضة للآفات والوحوش في البراري أو يستولى عليه بلا قانون. الآن فرق بين أن تجعل أحد يستولي عليه وأنت تشترط على هذا شروطا على المالك شروطا، وبين أن يستولى عليك عصابة يعني يرونه أو يجدونه هائما في الصحراء فيستولون عليه بلا عهد أو شرط، وإن قتلوه وإن فعلوا به ما شاءوا لا أحد يحاسبهم. بينما الإسلام جعل الاستيلاء عليه ضمن شروط وقيود وحدود. هذا اثنين. ثلاثة الرق عرف دولي، إذا تغير العرف تغير الحكم، وللدولة الإسلامية أن تفرض على خصومها رأيها إن كانت لها القدرة والاستطاعة والقوة، ولها أن تتفق مع خصومها إن لم يكن لها تلك القوة على شروط وقيود للتعامل مع الأسير، وعلى الدولة الوفاء الإسلامية الوفاء بالتزاماتها في المعاهدات الدولية ضمن حقوق الأسرى أو كيفية التعامل مع الأسرى. بعد من النقطة الرابعة مهمة، ملكية المالك للعبد ليس ملكية تامة، ليس له أن يفعل به ما يشاء، وإنما له أن يستخدمه فيما يشاء، يستخرج الماء من البئر، يأتي بالطعام من السوق، يعمل بعض الأعمال، وليس له أن يعذبه عذابا شديدا بحيث يهلكه، ولا أن يقتله، ولا أن يستحوذ على بعض أعضائه، أو يعني ليس تصرفا كاملا وإنما تصرفا محدودا ضمن قيود وشروط. هذه هي النقاط الأربعة في موضوع الرق. أما بالنسبة للأسئلة، نعم كان سؤال الأخ أسامة من البصرة، إن الله تعالى ذكرت هذا طبعا في الحلقة السابقة. نعم. إن الله تعالى عندما اصطفى الأنبياء فقط أن أذر المقاطعة سمحت السيد، فقط أدنى من اتصال من أم علي. أم علي السلام عليكم. رحم الله والديك. وعليكم السلام. الله يسلمك. تفضلوا بسؤالكم. تسلم سيد نسمعك الجواب. الله أم علي يبدو سؤالها كان له جواب في أثناء لا بس عندنا اتصال آخر. جيد لا بس. فأسامة من البصرة كان له سؤال سيدنا هذا. أن الله تعالى فرقه طبعا يجب أن نسلم بهذه المقدمة، أن الله يعلم الغيب، يعلم الغيب، فهو عندما يصطفي شخصا لأنه يعلم أن هذا الشخص لو كلف بأمر ما فهو سيؤدي التكليف وسيصبر على التكليف، وبالتالي هو يصطفيه لكن لا يعفي عن التكليف. يعني بالأخير أن الأنبياء وإن اصطفاهم الله ولا إما صلوات الله عليهم وإن اصطفاهم الله لكن هذا ليس إعفاء عن التكليف، وإنما علم مبكر بنتيجة التكليف. ويعلم أن الحسين عليه السلام سيصبر وسيضحي بعائلته وبإخوته وأصحابه في سبيل الله، وهو يعلم أن الحسين سيصدر منه هذا، يعلم الغيب، لأنه سيصدر منه هذا في المستقبل بكر باصطفائه لتتمة الكرامة له فيما هو قبل هذا التكليف، قبل هذا التكليف. فالله تعالى إنما اصطفى طبعا، وهذا نص في القرآن أن سبب الاصطفاء والاختيار والاجتباء هو الصبر، إنما اصطفى أعلى البشرية صبرا في البقاء على التكليف، لأن التكليف يحتاج إلى صبر، وهذا ما نلاحظه جميعا في الحياة الدنيا، التكليف يحتاج صبر. هؤلاء بما صبروا، التعبير القرآني بما صبروا، لأنهم سيصبرون على هذه المصاعب والمشاق والتكاليف الشديدة التي ليست كتكليفنا الخاص البسيط، وهو تكليف هداية الأمم ورعاية الدين والتضحية بالأبناء وغير ذلك. فعندما قال وإذ ابتلى
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، فهنا ابتلاء ثم اصطفاء، لكن الاصطفاء هنالك مبكر وهو ناشئ من علم الله بالغيب القادم، واصطفاء مواكب يعني زيادة في الاصطفاء مواكب لأداء التكليف. كأنك تعلم من أحد الطلاب في الصف أو في المرحلة المعينة أو في المدرسة أنه لامع وأنه نبه أو أنه ملتزم بدرسه أو ملتزم بالجد في القراءة، فأنت من البداية الإنسان المعلم العادي يعني نباهة منه يرى أن بعض الطلاب مستحقين للرعاية الابتدائية. لماذا؟ لأنه يتأمل فيهم أنه يكونوا نوابغ أو طلبة جيدين. الله تعالى الفرق هنا ليس يتأمل أو يظن، وإنما يعلم علم اليقين أن هؤلاء مستحقين لهذه المرتبة. صاحبنا أبو محمد من الديواني. أبو محمد السلام عليكم. أبو محمد ويانا كرار اتصال آخر. كرار السلام عليكم. لو تنوه من الأول وتقطع إذا أمكن، يعني فقط تكلمونا من الهاتف ليصير عندنا صدى إذا أمكن. أخ كرار نعم تفضل بسؤالك. قطع الاتصال. يعني مشاهدي الكرام أرجو أن اللي يتصل فينا يعني يغلق التلفزيون أو يبتعد عنه ويتكلمنا من الهاتف، لأن أكثر من مرة يصير عندنا هذا الخلل في قطع الاتصال سبب التحدث أمام التلفاز. نعم الأخ جهاد كان له طلب هذا الإدارة بخصوص نعم. يعني آتي البرنامج هذا ممكن الإدارة ثم مسألة الأمثلة. نعم يعني لا أتكلم أنا عن حادثة تاريخية معينة، أنا أقول في الحكم الشرعي القرآني، القرآن عندما يتحدث يعطي حكما عاما لكل زمان ومكان، أن للحاكم الشرعي سواء كان هو النبي صلى الله عليه وسلم أو وصي النبي الشرعي أو الحاكم الشرعي الذي أذن بالقتال. طبعا هنا مقدمة أخرى يجب أن يكون المشاهد على علم بها، أن القتال الشرعي في نظر مدرسة أهل البيت لا يكون شرعيا إلا بإذن المعصوم أو نائب المعصوم. يعني ليس كل قتال يؤذن به كيفما كان وأينما كان، وإنما له شروط وقيود وحدود، وبالتالي على ذوق مدرسة أهل البيت أن الحاكم الشرعي سواء كان هو النبي أو الإمام وصي النبي أو نائب الإمام الحاكم الشرعي إذا أذن بقتال، طبعا إذا كانوا مسلمين لا يجوز الاسترقاق هذا حكم عام جي. أما إذا كانوا كفارا فله خيارات متعددة. نعم اتصال عاود يعني أخ كرار. كرار السلام عليكم. كرار نعم تفضل أخ كرار. كرار تسمعني؟ إيه أسمعك. نعم تفضل بسؤالكم عزيزي. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك الله يبارك بك إن شاء الله. تفضلوا. سؤالي كان نبي محمد يشهد بنفسه ولو كان يشهد بنبي إبراهيم في الصلاة يعني؟ مالي بالي واضح. واضح سؤالك. أشكر اتصالك. واضح سؤال مالتك أخي العزيز. هو يسأل يقول نعم. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشهد لنفسه لإتمام السنة، لأن الناس ستقتدي به فيما سيقول. ولو قال ذكر الشهادة لإبراهيم، إذا مقصود بالشهادة أشهد أن محمد رسول الله، نعم هذا يقصد، وقد يراد بالشهادة الصلاة على إبراهيم كما صليت على إبراهيم، هذا بعيد. فعلى كلا الأمرين أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشهد لنفسه في الصلاة ويشهد ويصلي على نفسه أيضا في الصلاة، لأن هذا من باب السنة، يعني الناس يقتدون به في أفعاله. فإذا هو غير من هذه الأقوال فأكيد الناس ستتبعه فيما سيقول، وبالتالي لا غضاضة في أن النبي صلى الله عليه وآله كان يشهد لنفسه في الصلاة، يعني يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لماذا؟ لأنه أحد المكلفين من جهة أخرى ومن جهة نبي، ومن جهة أخرى يجب أن يؤمن بنفسه كما هو باقي المؤمنين من أنه نبي. نعم اتصال عندنا من أبو حسن.
نعم معكم. تفضل عزيزي. سؤالنا للسيد، هذا الشخص الأسير بالي، إذا كان كافر فكيف طهارته وهل يعتق أم لا؟ بالي، أشكر اتصالك. نعم. شكرا، حياكم الله. أبو عبد الله من كربلاء المقدسة. أبو عبد الله السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل بسؤالك عزيز. كل عام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير. أسعد الله أيامك. عيد جديد بمناسبة عيد الغدير الأغر. الله يبارك فيك، الله يحفظك إن شاء الله. سيدنا، بالنسبة للخدم اللي كانوا يخدمون عند أهل البيت، هل كانوا رقيقا نتاج الحروب والغزوات؟ هذه أول شيء. الشيء الآخر، المالك لهؤلاء العبيد أو الرقيق، هل هو الحق بتوجيههم إلى مهام جزء منها الدخول في حروب مثلا قد تأتي على حياة الشخص المملوك إن صح التعبير؟ والشيء الأخير، هل هذه العبودية ولو كانت محدودة هي قدرا يدخل في باب الامتحان الإلهي؟ وبالتالي شلون ممكن النظر إليها من زاوية العدل الإلهي، باعتبار أنه هذا المملوك ربما قد يكون قدر أنه يصير في هذا المكان وغيره يملكه، شلون ممكن النظر إلى مسألة يعني القدر اللي وقع على هذا الشخص من جانب أو بوابة العدل الإلهي؟ الله. وجزاكم الله خير. حياكم الله. الله يبارك. أعتذر لمشاهدين الكرام على استقبال باقي الاتصالات في ضيق الوقت، ونتم الحديث في الأسئلة. سيدنا أبو حسن كان له سؤال حول الشخص، يعني إذا كان كيف يعني الأسير الكافر. لم أسمع السؤال، سمعت فقط الأسير الكافر هل يتم عتقه؟ كان هذا كان سؤاله. قبله كان شيء، هل كذا ثم هل يجوز عتقه؟ العتق مشروط بالإسلام، يعني يشترط في العتق أن يكون مسلما. إن أسلم صار قابلا للعتق، والعتق منه واجب من أخل ببعض الأحكام الشرعية كالإفطار. يقول إذا كان كافر هو فقط من يدخل الإسلام؟ نعم. يعني يقول هل الذي يعتق إذا كان كافر هو الرق المسلم إذا أسلم. إذا أسلم صار قابلا للعتق، والعتق نوعين. حكم طهارته شنو هو يسأل؟ هذا خاضع للحكم الشرعي بعد حسب تقليد الفقهاء، من قال بنجاسة الكافر أو طهارة الكافر هذا موضوع فقهي. الموضوع العقائدي أن الكافر، عفوا أيضا هو موضوع فقهي، أن الكافر أن الرق لا يعتق إلا إذا كان مسلما، والرق العتق على نحوين، قلت هو بعضه واجب، بعضه واجب كفارة عن بعض التخلف عن الأحكام الشرعية. يعني المسلم الذي مثلا لم يصم شهر رمضان يجب عليه عتق رقبة عن كل يوم، وبالتالي إما عتق رقبة أو طعام 60 مسكين أو صيام شهرين، وبالتالي جعل العتق في بعض الأحيان واجبا على المسلم أن يعتق مسلما آخر، وفي بعض الأحيان مستحب، يعني ليس هنالك كفارة ولكن يستحب العتق على كل حال، فالعتق من الأمور المستحبة. أبو عبد الله يسأل حول الخدم كانوا يعملون عند أهل البيت عليهم السلام. بعضهم من الأسرى طبعا، من أسرى الحروب، وبعضهم ممن من ذراريهم، يعني من ذريتهم، لأن الرق هنا موضوع آخر، هو أن الرق ذريته أيضا تدخل في الرق، يعني تبقى مسترقة إلى أن تعتق، فبعضهم آباؤهم كانوا رقا وبعضهم هم كانوا رقا. وبالإضافة أن الأئمة كانوا يعتقون الكثير منهم، وكثير من أصحاب الإمام السجاد عليه السلام والرواة الحديث الأساسيين لروايات أهل البيت وفي زمن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام كانوا من الرق الذين أعتقوا، ومنهم من كان الإمام يشرف على تعليمه سنة كاملة ثم يعتق في عيد رمضان، وكانت أحد الطرق لتعليم هؤلاء أن الإمام يشتري منهم عددا فيبقيهم في بيته سنة كاملة، يشاهدون الإمام في سلوكياته وأخلاقه وتصرفاته وعلمه، ويتعلمون الروايات، ثم يعتقهم في عيد الفطر في عيد رمضان. يقول هل الحق المالك أن يطلب منهم الدخول في الحرب مثل القتال؟ هذا جزء كالتجنيد، لأن كالمرتزقة الذين يسمون بالمرتزقة بعض الناس يدخلون في القتال في مقابل أجر، فهذا يخضع للحكم الفقهي، أن حدود التصرف خاضع لاجتهاد يعني للمدرسة الفقهية، أنه يأذن للمالك أن يأذن له في القتال أو
يطلب منه القتال أو لا. هذا حدود التصرف مسألة فقهية. أنا أقول أن للتصرف حدود، هذا الذي أريد أن أثبته. أما هذه الحدود سعة وضيقا هي تدخل في الجانب أحسنتم طيب أنفسكم. سماحة السيد محمد حسين عميدي في ختام هذه الحلقة أشكر حضوركم، نسأل الله أن نتم ما بدأنا والحمد لله رب العالمين. كذلك مشاهدينا الكرام أشكر حسن أصغاء والمتابعة، تقبل تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.